في عندنا سورس اخير للانترفيرنس اللي بيعمل لنا برضو بعض المشاكل في الاي سي جي سيجنال. ده ما نقدرش الحقيقه نعمل فيه حاجه لان هو عباره عن انترفيرنس من اذر بايو سيجنالز. لو احنا بصينا على البيولوجيكال سيجنالز في الدياجرام دوت، الاكسس دوت فيه الفريكوانسي والاكسس ده فيه الامبليتيود. اي سيجنال في بينها وبين الاي سي جي، اي سي جي المفروض الرينج بتاعه هنا اهو، بنتكلم على حاجه يعني فراكشن اوف هرتز لغايه مثلا ممكن توصل لغايه مثلا افيو 100 هرتز. ده الرينج بتاع الفريكوانسي بتاع الالكتروكارديوجرام اللي هو الاي سي جي. اي سيجنال بتوفرلاب في نفس الفريكوانسي رينج مع الاي سي جي ممكن تعمل لنا انترفيرنس. النقطه بقى اللي احنا بنتكلم عليها يعني انهي سيجنال اللي تعمل لنا انترفيرنس على الاي سي جي، بنتكلم بقى على نفس الرينج بتاع السيجنال مثلا اي ام جي في اوفرلاب كبير بينه وبين الاي سي جي. النقطه ان الامبليتيود بتاعي، الامبليتيود بتاع السيجنال بتاعت الاي ام جي، الاي ام جي سوري اللي هو بيبقى موجود في الالكتروميجرام اللي هو الجزء دوت، سوري الجزء بتاع الالكتروميجرام دوت، هنلاقي الامبليتيود بتاعه ممكن يبقى مثلا يعني اضعاف الامبليتيود بتاع الاي سي جي. الاي سي جي الامبليتيود بتاعه بنتكلم على فيو مايكرو فولت، مثلا 100 مايكرو فولت مثلا لغايه 5 ملي فولت. فبنتكلم على يعني في لو رينج معين. الاي ام جي ممكن يوصل لمثلا، ممكن يوصل مثلا 0.1 ولا 0.2 فولت، فالرينج بتاعه بيبقى اكبر بكتير جدا. لو شفنا هنا ده كده بيوصل الرينج بتاعه بيبقى اكبر بكتير جدا من الرينج بتاع الاي سي جي. فبالتالي الجزء اللي فيه بينه وبين الاي ام جي اوفرلاب هيبقى دومينيتد بالاي ام جي، وبالتالي هيبقى صعب جدا ان احنا نريكفر الجزء دوت. طبعا لما بنعمل فلتر ممكن نعمل فلتر عشان يشيل لنا الانترفيرنس بتاعت اي ام جي، بس طبعا زي ما احنا عارفين الفلترز بتشيل فريكونسيز. يعني عند الفريكونسي مثلا اللي هي دي، مثلا عند الفريكونسي مثلا اللي هي بنتكلم على 100 هرتز مثلا، في اي سي جي وفي اي ام جي، ما ينفعش اشيل الاي ام جي واخلي الاي سي جي عند نفس الفريكونسي. الفريكونسي دي كلها يا اما نشيلها يا اما نخليها. فبالتالي لما احنا بنشيل المكونات الاساسيه بتاعت الاي ام جي هنلاقي ان احنا عندنا مضطرين ان احنا نشيل بعض المكونات اللي موجوده عندنا في الاي سي جي معاها، علشان يعني بيسكلي الفلتر ما يقدرش ان هو يشيل سيجنال ويخلي سيجنال في نفس الفريكونسي، هو بيشيل كل الفريكونسي يا اما يخليها. فطبعا بنتكلم على الانترفيرنس اللي زي كده، بنحاول ان احنا مينيمايز الحركه. الاي ام جي طبعا بتيجي نتيجه الحركه عضليه، فبنحاول نقلل اي حركه عشان يقلل الاي ام جي اللي موجود عندنا وبيعمل انترفيرنس مع الاي سي جي، وفي نفس الوقت بنحط فلترز علشان تحاول ان هي الجزء اللي فيه اوفرلاب هنا ده كده نحاول يعني نشيل الكومبوننتس بتاعت الاي ام جي الكبيره ونخلي على قد ما نقدر الكومبوننتس الاساسيه بتاعت الاي سي جي ما يحصلهاش حاجه. طبعا لما بتكلم على الاي اي جي برضه في بينه وبين الاي سي جي اوفرلاب كبير، بس المشكله او مش المشكله، الميزه هنا اكشوالي ان احنا عندنا الاي اي جي بيبقى اصغر بكتير جدا في الامبليتيود من الاي سي جي، فما بيعملش انترفيرنس يعني يذكر يعني بالنسبه للاي سي جي. نفس الكلام بالنسبه الكترو ريتينوجرام مثلا، الحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا شايفين كده الاي سي جي يعتبر بالنسبه لها يعتبر كبير جدا. طبعا الممبرين والاكشن بوتنشال دي طبعا دي بنتكلم على ديب، ما نقدرش ان احنا ناخدها من بره، يعني ما نقدرش ان احنا ناخدها بسيرفيس الكترود، فدي بتعتبر يعني الامبليتيود بتاع السيجنال كبير او كل حاجه، بس دي يعني على السيرفيس لا تذكر برضه، ما لهاش قيمه تذكر. فبالتالي بالنسبه للاي سي جي احنا المين بايو سيجنال اللي بتعمل لنا انترفيرنس هي الاي ام جي، عشان الامبليتيود بتاعها كبير وفي اوفرلاب في الفريكونسي رينج، وده يعني بنتغلب عليها بان احنا نحط بروبر فلترز.